من نام عن وتر هل يقضيه شفعا أم وترا؟ من نام عن وتره في الليل يقضيه الضحى، يقضيه إذا ارتفعت الشمس، ما بين ارتفاع الشمس إلى دخول وقت الظهر، كل هذا وقت لقضاء الوتر، لكن يقضيه شفعا. إذا كان يوتر بثلاث اجعله أربع ركعات بسلامين، وإن كان يوتر بإحدى عشرة اجعله اثنتي عشرة، كل ركعتين بسلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كان إذا فاته الوتر من الليل صلى من الضحى اثنتي عشرة ركعة. نعم.